البيان العظيم منه عليه الصلاة والسلام إذ سد باب الشرك وسد منافذه ووسائله، وأول من بدأ بنفسه، قال عليه الصلاة والسلام قولا فصلا واضحا، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين وإمامهم وأعظمهم، إذا كان هو عليه الصلاة والسلام قد منع ذلك في حقه وليس هناك من المخلوقات من هو أعظم منه، فمن دونه من باب أولى. من دونه من الأولياء والصالحين ونحوهم. ولذا ما يفعل عند قبره عليه الصلاة والسلام من الاستغاثة به أو دعائه أو التوسل به، كل هذا من الشرك، كمن يقول مدد يا رسول الله أو اشفني يا رسول الله أو اقضي حاجتي، أو أنه يقف عنده وقوف تذلل وخضوع كما يقف أمام رب العالمين في الصلاة. والواجب على المسلم أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم في الميزان الذي وضعه الله عز وجل فيه ووضع نفسه عليه الصلاة والسلام فيه، لا إفراط ولا تفريط. ولذا قال في آخر الحديث فقولوا عبد الله ورسوله. فأي وجه لمن غال في شخص آخر؟ ليس له وجه وليس له حجة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حقه. فإن كان التوسل لهؤلاء أو الغلو في هؤلاء من أجل مكانتهم وقدرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم، فلما نهى عن ذلك دل على أن من دونه في المنزلة من باب أولى.